حصل في البنوك خلال الساعات الأخيرة ما كانش طبيعي، تحركات مفاجئة في أسعار الفايدة، وكل اللي ناوي يحط فلوسه أو حطها بالفعل في أوعية ادخارية في البنوك يتفرج على الفيديو ده للآخر. أنا قايل وليلي كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. قلنا ان سياسة رفع الفايدة في البنوك مش هتستمر كتير، وده لانها كانت موجودة لهدف معين هو جذب مدخرات كبار العملاء وكمان لم السيولة من السوق وضبط معدلة التضخم وتحجيمها. علشان كده شفنا الفترة اللي فاتت شهادات بمعدل فايدة قياسي نزلت للمواطنين واتطرحت بمميزات ما شفناهاش قبل كده. لكن اللي حصل ان البنك التجاري الدولي CIB اعلن بشكل رسمي خفض سعر الفايدة 2% على الشهادات الثلاثية واللي بتكون بعائد ثابت، ونشر الكلام ده في بيان على موقع البنك الرسمي. وبقرار البنك التجاري الدولي هيكون اول بنك يعلن خفض اسعار الفايدة على شهادات الادخار، وده بعد ما اعلن البنك المركزي بشكل رسمي تراجع المعدل السنوي للتضخم الاساسي لادنى مستوى في 17 شهر، وده علشان يسجل في مايو اللي فات ل 27.1%. بكده انخفض سعر الفايدة على الشهادة الثلاثية برايم واللي 20% بدلا من 22% بحد ادنى لشراء الشهادة 100,000 جنيه. نزل سعر الفايدة على الشهادة الثلاثية بلس ل 21% بدلا من 23% وبحد ادنى لشراء الشهاده 1,000,000 جنيه. واخيرا انخفض سعر الفايده على الشهاده الثلاثيه بريميوم ل 22% بدلا من 24% بحد ادنى لشراء الشهاده 5,000,000 جنيه. وعلشان تفهم اكتر فخلينا اشرح لك المركزي ليه اتبع سياسه رفع الفايده من الاول. في البدايه البنك المركزي رفع سعر الفايده البنك المركزي رفع سعر الفايده 19% خلال اخر سنتين من 6% بس في مارس اللي فات، وده علشان يوصل سعر الفايده في المركزي ل 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، وده كله زي ما قلت كان الهدف الأساسي منه امتصاص الضغوط التضخمية واللي كانت موجودة نتيجة قرار تحرير سعر الصرف. شفنا زي ان البنك الأهلي وبنك مصر هم أكتر بنكين وأكبر بنكين حكوميين طرحوا شهادات ادخار بفايدة ثلاثية وصلت ل 30% متناقصة. الشهادات دي جت بعد ما البنكين طرحوا شهادات اسمها واللي كانت تعتبر أعلى شهادة موجودة في السوق والإقبال عليها كان تاريخي، خصوصا الشهادات دي، وده لان العائد عليها كان مرتفع جدا ومغري لعملاء كتير، وناس كتير منهم فضلت تشتري شهادات وده لانها شايفه ان العائد عليها مضمون، والاستثمار بالذهب او الدولار قل وده لان الفايده على الجنيه كانت عاليه وجذابه جدا ليهم. وفعلا التوقعات كلها كانت بتقول ان الشهادات دي مستمره في النزول للناس لحد مايو اللي فات، وده الوقت اللي كانت الحكومه محتاجاه علشان تتاكد من تاثير اللي حصل في سعر الصرف على الاسواق، وكمان تطمن من ان السيوله اللي في السوق اتلمت بشكل كبير وما فيش ناس كتير محتفظه بالدولار، وان كل السيوله بيتم ضخها داخل الجهاز المصرفي، وده الكلام اللي قاله المحلل وكبير الاقتصاديين هاني جنينه لموقع العربيه .net. كانت دي فرصه مهمه قوي للمصريين واللي قدروا يستغلوها صح ويوجهوا مدخراتهم للشهادات الجديده. وحسب راي محمد عبد الحكيم الخبير الاقتصادي لموقع العربيه .net فمتوقع يحصل وقف لطرح الشهادات دي او تخفيض الفايده عليها لمستويات اقل زي ما عمل البنك التجاري الدولي بالظبط. وطبعا متوقع الفتره الجايه بنوك تانية كتير تعمل زي البنك التجاري الدولي وتخفض الفايده على منتجاتها، والاكيد ان اللي قدم على الشهادات دي او كانت بعائد ثابت هيكون مستفاد بالعائد اللي ينزله من البنك من بدايه طرح الشهادات، كمان هيقبض الفوائد بالسعر اللي اتفق عليه مع البنك. ولكن اللي لسه بيفكر ولسه هيشتري شهادات، البنك التجاري الدولي هيتعامل بالعائد الجديد. قولوا لي بقى ايه رايكم في قرار خفض الفايدة على الشهادات؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.